عصام فرقة تانية. ودلوقتي هنشرح ليكتشر 7 فيسيو بعنوان الاسيد بيز بالانس. اول حاجه هنتكلم عن السورسز بتاع الهيدروجين ايونز. انا بعرف اجيب الهيدروجين ايونز دي منين؟ بجيبها من تو سورسز. اول حاجه الدايت بتاعي. الدايت بتاعي لو مليان بروتينز، البروتينز اصلا احنا عارفين ان هي بولي بيبتايد تشينز اوف امينو اسيدز. امينو اسيدز يعني فيها جزء اسيدز وفيها جزء امينو، يعني ممكن تديني اسيد وممكن تديني ايه بيز، بس جزء الاسيد اللي هي بتديه بيبقى اكبر من البيز، تمام؟ وبتديني نوع من الاسيد اسمه فيكسد اسيد، تمام؟ يبقى هي بتديني produce more fixed acids than the bases. تمام، يعني ايه fixed acids؟ يعني الاسيدز اللي جايه من النون سي او 2 sources. يعني ايه؟ انتوا فاكرين اصلا الرياكشن اللي هو ده اللي هو الكربون دايوكسيد لما يجي يتحد مع الووتر تديني H2CO3 اللي هو الكربونيك اسيد، فيتديني الهيدروجين اين والبايكارب. والخطوه دي اللي هي CO2 مع H2O كانت بتتم بالكربونيك اسيد وتديني اللي هو الكربونيك انهيدريز بانزيم اسمه كربونيك انهيدريز، يديني ايه؟ يديني كربونيك اسيد. وممكن برضو الخطوه دي تبقى ريفرسبل ان هي ترجع تاني ان الكربونيك اسيد يرجع يتحلل بالكربونيك انهيدريز ويديني H2O وCO2، تمام؟ وان الكربونيك انهيدريز ده يتحلل لي لهيدروجين ايونز وبيكارب، وبرضو دي ممكن ان هما الاثنين يتحدوا تاني ويدوني مين؟ الكربونيك اسيد، وهكذا. يعني الرياكشن رايح وممكن يرجع تاني عادي، تمام؟ فده كده اسيد اللي هو الكربونيك اسيد ده او الهيدروجين ايون دي كده جايه من ايه؟ جايه من كربونيك اسيد سورس، يعني هي جايه من السي او 2. انما الفيكسد اسيدز لا، هي مش جايه من السي او 2. الفيكسد اسيدز جايه مثلا من الميتابوليزم بتاع بعض المواد جوه الخلايا، من لما بكسر المواد ويطلع لي اسيد، تمام؟ دي كده اسمها فيكسد اسيد. انما الاسيدز اللي هي جايه من السي او 2 زي الكربونيك اسيد ده كده اسمه ايه؟ ده اسمه فولاتايل اسيد. فولاتايل ليه؟ لان الفولاتايل يعني فولاتايل يعني هوائي، تمام؟ يعني انا بتنفس، لما بتنفس مثلا باخد O2 وبخرج CO2. فالمهم ان الـ CO2 ده جاي من فين؟ هو جاي من التنفس يعني، تمام؟ يبقى اول سورس من الهيدروجين ايون هو الايه؟ البروتين دايت. طيب ثاني سورس اللي هي الانترميدياري ميتابوليزم. الميتابوليزم ده اللي هو الكاتابوليزم والانابوليزم. كاتابوليزم يعني تكسير، انا بكسر الماكروموليكيولز اللي هي المولكيولز الكبيره وممكن يطلع منها ايه؟ اسيد او هيدروجين ايونز، تمام؟ الانابوليزم اللي هو البناء، تمام؟ دي طبعا الميتابوليزم ده بيحصل ايه؟ انتروسيلولر جوه الخلايا. فقال لي بقى ان البودي بيبروديوس اسيدز ان تو فورمز. يعني ايه؟ يعني اول فورم اللي هو الفولاتايل اسيد اللي هي الكربونيك اسيد اللي هو H2CO3، وقلنا ان الفولاتايل اسيد ده جاي من فين؟ جاي من CO2. طيب والنون فولاتايل اسيد او الميتابوليك اسيد او الفيكسد اسيد اللي احنا لسه قايلين عليها اللي هي بتيجي من فين؟ من الاكسيديشن بتاع المواد او تكسير المواد يعني، تمام؟ طيب هنتكلم هنا دلوقتي اهو عن الفولاتايل اسيد اللي هو الكربونيك اسيد. قال لي الكربونيك اسيد ده فورمد من CO2 that results from the oxidation of the glucose and the tags during the anaerobic metabolism، تمام؟ يعني ممكن ال CO2 ده يطلع من الاكسديشن بتاع الجلوكوز والتاجز في الانيروبيك ميتابوليزم، تمام؟ او ممكن يجي عن طريق الايه؟ ان هو في يعني ريسبيراتوري يعني، تمام؟ طيب الفيكسد اسيد، الفيكسد اسيد زي اللاكتيك اسيد وزي الكيتو اسيد. اللاكتيك اسيد ده اللي بيجي من فين؟ بيجي من الاكسديشن بتاع مين؟ بتاع الكربوهيدرات في الهايبوكسيك ستيتس. الهايبوكسيك ستيتس يعني الحالات اللي بيبقى الاكسجين فيها قليل، في الانيروبيك برضو يعني، تمام؟ والكيتو اسيد دي بتيجي من فين؟ بتيجي من الاكسديشن بتاع الفات. اصلا احنا عارفين ان الاكسديشن يعني كاتابوليزم يعني تكسير، فتكسير الفات بيديني ايه؟ بيديني الكيتو اسيد. طب الكيتو اسيد دي بتطلع فين او امتى بكسر الفات؟ في حالات الانكنترولد دايابيتس ميليتس. احنا عارفين اصلا ان في الدايابيتس ميليتس الجلوكوز بيبقى موجود، يعني الجلوكوز بيبقى موجود، بس المشكله في الانسولين ان هو مش موجود، فالانسولين مش بيخلي الجلوكوز يخش في الخلايا عشان يتكسر ويديني بقى الطاقه اللي انا محتاجاها. فيعني هو جلوكوز موجود بس هو بالنسبه للخلايا مفيش جلوكوز، فبقى بتروح تجيب الايه؟ تجيب الطاقه من الفات لان مفيش جلوكوز. بس هو في الحقيقه في جلوكوز في الدم بس مفيش انسولين يدخله للخلايا عشان تكسره كده. فبيحصل بقى اكسيديشن للفات فبيطلع لي ايه؟ كيتو اسيد. يبقى احنا كده عرفنا ان الفولاتايل اسيد هي الكربونيك اسيد اللي هو جاي من السي او 2، والفيكسد اسيد اللي هو زي مثلا اللاكتيك اسيد، والكيتو اسيد اللي بتطلع لي من ايه؟ من تكسير النيوتريتيف سبستانس يعني، تمام؟ طيب قال لي في ديفنسيف ميكانيزم اجينست التشينجز في الهيدروجين ايون كونسنتريشن. يعني الهيدروجين ايون ده بصوا هو اصلا في ميكانيزم علشان تحميلي التشينجز في الهيدروجين كونسنتريشن، لان اصلا الجسم مينلي بيفرز لي اسيدز، واحنا عارفين طبعا ان الاسيدز اصلا بتبقى يعني ايريتنت قوي على الخلايا وكده. فاصلا يعني الاسيدز بما انها بتتفرز كتير قوي فانا محتاجه بايكارب
علشان يعادلها. يعني انا مثلا نسبة الاسد للبيكارب عندي هي 1:20، الاسد 1 والبيكارب 20، انا لازم يكون عندي مخزون من البيكارب كبير علشان اصلا الجسم mainly بيفرز لي اسيدز، فانا لازم اقعد اعمل ري ابزوربشن للبيكارب، ري ابزوربشن للبيكارب واصنع بيكارب علشان ايه؟ يعادل نسبة الحموضة دي، تمام؟ فعشان كده في 3 defensive mechanism علشان يعني احافظ على التغيرات في الهيدروجين ايون كونسنتريشن، تمام؟ طب اول ميكانيزم وهي الاسرع، الميكانيزم الاسرع اللي هي الرابيد ميكانيزم دي بتيكس مينتس، اللي هي البفر سيستم باي ايميديت كومباينيشن اوف الهيدروجين ايونز وذ الاكسترا سيلولر اند الانترا سيلولر بفر سيستم. احنا قلنا ان البفر سيستم ده اللي هو الايه؟ البايكارب ال H2 ال HCO3 ال HCO3 ال HCO3 هيروح يتحد مع الهيدروجين ايون فيديني ايه؟ نفس المعادله اللي احنا واخدينها اهو، ال H الهيدروجين ايون زائد، فهيروح يتحد مع مين؟ مع مخزون البايكارب اللي عندي في الجسم اللي هو الايه؟ ال HCO3، هيتحد مع الهيدروجين ايون يديني الايه؟ الكربونيك اسيد اللي هو ال H2CO3، والكربونيك اسيد بالكربونيك انهايدريز انزيم يتحول لي الايه؟ لميه، وايه؟ لميه وكربون دايوكسيد. خلاص، فكده انا ايه؟ انا عدلت الزياده في الهيدروجين ايون، تمام؟ فدي كده دي الرابيد ميكانيزم، دي اللي بتحصل، تمام؟ طيب تاني ميكانيزم هي الانترميديت ميكانيزم، يعني هي ميكانيزم ولا بطيئه ولا سريعه، اللي هي اي تيكس اورز، اللي هي ريسبيراتوري سيستم ان ويتش ريدكشن اوف الكربونيك اسيد is by elimination of the CO2 by respiration system. يعني ايه؟ دلوقتي في CO2، فال CO2 زي ما خدنا ال CO2 هيروح يتحد مع الميه، تمام؟ فهيديني كربونيك اسيد، فهيديني الهيدروجين ايون ويديني بايكارب، يعني هو زود لي الهيدروجين ايون، فلا، فالرئه تقوم ايه؟ انا عامله بقى فنتيليشن، اخد اكسجين واطلع لي بقى ايه؟ ال CO2، اعمل CO2 ووش، عايز اخرج ال CO2 ده عشان ما يروحش بقى يعمل لي مشاكل ويعمل لي يزود لي الهيدروجين ايون، تمام؟ فدي الايه؟ الريسبيراتوري سيستم. طب ثالث ميكانيزم اللي هي السلو ميكانيزم بقى، دي بتاكس دايز، بتاخد ايام عشان تشتغل وتعدل الموضوع، يعني اللي هي الكدني بقى، ومع ان هي بطيئه كده بس بتعمل شغل عالي قوي، تمام؟ يعني بتعمل شغل بروقان كده ونظيف يعني، تمام؟ الكدني رول باي انكريز ذا ريت اوف الايه؟ اوف الهيدروجين اكسكريشن اند البايكارب ري ابزوربشن باي الرينال تيوبيول. طيب قال لي الكدني يعني بتعمل ايه؟ دايما بتزود الاكسكريشن، يعني مثلا الهيدروجين ايون دلوقتي زادت، فانا هعمل ايه؟ هزود الاكسكريشن بتاع الاتش، يعني مينلي الكيدني بتعمل كده ان هي بتطرد لي الاتش بره، الهيدروجين ايونز بره، وايه؟ وتعمل ري ابزوربشن للبايكارب، تمام؟ هي مينلي بتعمل كده. طيب يبقى معنى كده، معنى كده لو في مشكله مثلا، لو حصل اسيدوزز او الكالوزز، الاسيدوزز والالكالوزز بيبقى نوعين، يا اما ميتابوليك يا اما ريسبيراتوري. فريسبيراتوري يعني كده في مشكله ايه؟ في مشكله في اللنج. طب ميتابوليك يعني معنى كده ان في مشكله ايه؟ في الكدني. طب لو في مشكله في الكدني يبقى ايه؟ اللنج هتيجي تحلها. طب لو في مشكله في اللنج يبقى الكدني هتيجي تحلها، وهكذا، تمام؟ طيب دلوقتي لو هو مثلا حصل ميتابوليك اسيدوزز، ميتابوليك اسيدوزز يعني معنى كده ان المشكله في الكدني، وحصل اسيدوزز يعني معنى كده ان يا اما حصل حاجتين، يا اما الهيدروجين ايونز زادت، يا اما الايه؟ يا اما البايكارب قل، تمام؟ وفي مشكله في الكدني، يعني الكدني مش عارفه تعمل اكسكريشن للهيدروجين ايونز، او مش عارفه ايه تعمل ري ابزوربشن للبايكارب، تمام؟ طيب لو هي مثلا ريسبيراتوري اسيدوزز، يعني في اسيدوزز بس هي ريسبيراتوري، يعني معنى كده ان ليها علاقه بالايه؟ بالسي او 2 وليها علاقه باللنج، تمام؟ فاسيدوزز يعني معنى كده ان في هايبو فنتيليشن، انا مش عارفه اتنفس، انا مش عارفه اخرج السي او 2 اللي عندي دون، فعمل لي اسيدوزز، فمين اللي يجي يحلها؟ الكدني تيجي تحلها بقى، تمام؟ وهنعرف تحلها ازاي. طيب مثلا لو انا عندي الكالوزز، تمام؟ الكالوزز ميتابوليك ولا ريسبيراتوري؟ لازم احدد الاول. ده ميتابوليك يعني كده ممكن ايه؟ المشكله في الكدني. طيب يعني ايه بقى؟ يعني دلوقتي يا اما الكدني بتخرج هيدروجين ايون كتير، تمام؟ بتعمل اكسكريشن زياده عن اللزوم، او ان هي ايه؟ بتعمل ريابزوربشن للبايكارب زياده عن اللزوم، فعشان كده عملت لي الكالوزز. طيب لو هي ريسبيراتوري الكالوزز يعني معنى كده ان في مشكله ايه؟ في اللنج والسي او 2، تمام؟ يعني في هايبر فنتليشن، انا متوتره وعماله اتنفس بسرعه بسرعه، فعماله اعمل سي او 2 ووش بسرعه، فحصل لي الكالوزز، وساعتها الكدني تيجي تحل المشكله، وهكذا، تمام؟ طيب لو انتوا حفظتوا الكلمتين دول هتلاقوا الكلام بعد كده يعني اتفه ما يكون. طيب دلوقتي مش عارفه مين اللي عمل دايره بتاعتي، بس ماشي. Renal compensation in acid-base disturbances. طيب ازاي بقى بيحصل renal compensation؟ ازاي الكدني بتيجي تعالج المشكلة دي لو حصل، يعني لو حصل مشكلة disturbance في acid-base؟ اول حاجة takes place through excretion or absorption of
الهيدروجين اند الباي كارب. This occurs in two ways. يبقى هي هنا بتعمل ايه على حسب المشكله. لو مثلا في اسيدوزز يعني معنى كده ان هي عايزه تتخلص من الهيدروجين ايون فتعمل لي ايه؟ فتعمل لي اكسكريشن. طب لو في الكالوزز لا يبقى ايه؟ هتعمل ابزوربشن اوف الهيدروجين ايون والباي كارب هكذا. لو في مثلا الكالوزز لا يبقى هي تعمل اكسكريشن للباي كارب. طب لو في اسيدوزز يبقى هي ايه؟ هتعمل reabsorption للباي كارب وعلى حسب هكذا يعني. طيب ايه بقى التو ويز؟ اول حاجه directly by retaining or excreting بتاع الهيدروجين ايون، او تاني حاجه indirect by the changing reabsorption or excretion بتاع الايه؟ الباي كارب buffer. تمام على حسب. طيب it's the most powerful mechanism for compensation. يبقى دي اقوى ميكانيزم بتعمل لي لو حصل مشكله في الاسيد بيز، هي دي الاكتر يعني اكتر ميكانيزم بتقدر ان هي تصلح الموضوع. تمام وهي برضو الاكتر. طيب في بقى معادله كده بيحسبوا بيها البي اتش، طبعا هي مش مهمه جت منين. تمام المهم ان البي اتش بيساوي البي كي بلس لوج الباي كارب على السي او 2. طيب السي او 2 هنا يعني هو اكنه حاطط الكربونيك اسيد، يعني اكنه حاطط الاتش 2 سي او 3. تمام بس هو حط ليه سي او 2؟ لان الاتش 2 سي او 3 احنا قلنا اصلا ان هو بيجي من السي او 2. طب يعني ليه ما حطوش يعني اتش 2 سي او 3؟ لان هما بيقدروا يحسبوا البريشر بتاع السي او 2 اسهل يعني، عشان كده حطوا ايه بريشر سي او 2. تمام طب يعني معنى كده اسمها اصلا الايكويشن دي اسمها ايه؟ هندرسون هيزلباك، هندرسون هيزلباك. تمام طيب يعني معنى كده لو الباي كارب زاد، مش ده كده في المقام، يبقى لو الباي كارب زاد يبقى البي اتش هتزيد، يبقى يحصل ايه؟ الكالوزس. طيب لو السي او 2 زاد، ده كده فين في المقام؟ لو ده زاد يبقى ده هيبقى عكسه، ده هيقل. يبقى لو السي او 2 زاد تمام يبقى البي اتش هتقل، يبقى هيحصل ايه؟ هيحصل اسيدوزس. تمام طبعا البايكارب ده ليه علاقه بالايه؟ بالكدني، ليه علاقه بالايه؟ بالكدني. فالبايكارب ليه علاقه بالكدني، انما السي او 2 ليه علاقه بالايه؟ باللنج. تمام يبقى البايكارب ده ميتابوليك والايه والسي او 2 ده ايه؟ ريسبيراتوري. تمام طيب وهنا النوت دي بيقول يعني وي يوز الكونسنتريشن اوف السي او 2 instead of الايه الاتش 2 سي او 3 اللي هو الكربونيك اسيد، علشان ايه؟ علشان اتس ايزي تو اسي، ان انا سهل ان انا ايه كالكوليت يعني البريشر بتاع السي او 2. اند اتس اما ايه اتس ا ميرور اوف الاتش 2 سي او 3 بيكوز وين الاتش 2 سي او 3 كونسنتريشن انكريزز ذا كونسنتريشن اوف السي او 2 انكريزز، سو وي كان يوز السي او 2 instead of الاتش 2 ايه سي او 3. تمام طيب قال disturbances of the acid base balance. قال لي النورمال رينج بتاع البي اتش اصلا هو 7.3 ليه 7.42؟ طيب قال لي الدروب اوف البي اتش اقل من الرقم ده طبعا هتحصل اسيدوزس، ولو اعلى من 7.42 هتبقى ايه؟ هتبقى الكالوزس. طيب also the cause may be metabolic، يبقى الكوز ممكن يبقى ايه؟ ميتابوليك. الميتابوليك دي يعني مشكله فين؟ مشكله في الكدني، يا يعني اما ميتابوليك اسيدوزس او ميتابوليك الكالوزس. وادام هي مشكله في الكدني يبقى حصل مشكله فين؟ في الباي كارب، يعني اكوردنج للايكويشن اللي فوق. تمام يعني معنى كده ان الاسيدز او البيزز اللي عملت لي يعني لو اسيد هتعملي ميتابوليك اسيدوزس، ولو بيز هتعملي ميتابوليك الكالوزس. تمام فالاسيد والبيزز دي تبقى نون سي او 2 اوريجين، لان هي مش فولاتايل، يعني مالهاش علاقه باللنج. تمام يعني الاسيدوزس والالكالوزس ده هو ليه علاقه بالكدني، فاكيد مالوش علاقه بالسي او 2، لان السي او 2 ده ايه؟ هيبقى قلب بتاع اللنج. تمام طيب بط اتس ريسبيراتوري، لو هي بقى ريسبيراتوري يبقى ليها علاقه بالايه؟ بالسي او 2. تمام طيب اول حاجه هنتكلم عن الايه؟ عن الاسيدوزس. هنتكلم عن الريسبيراتوري اسيدوزس. ريسبيراتوري اسيدوزس يعني المشكله ايه؟ يعني مشكله في اللنج، يعني مشكله في السي او 2، يعني سي او 2 زايد، يعني كده انا مش عارفه اتنفس، في هايبو فنتليشن. تمام يعني كده للايكويشن هنلاقي ان الايه السي او 2 عالي. تمام فمعنى كده ان البي اتش ايه قليله، طبعا البايكارب ثابت لان المشكله اصلا فين؟ في اللنج مش في الكدني. تمام فالبايكارب ثابت، وادام المشكله في اللنج فمين اللي هتيجي تعمل كومبنسيشن وتصلح الموضوع؟ هي الكدني. تمام لان اللنج اصلا بايظه تصلح اي معلم. تمام طيب هي كاركترايزد باي ان انكريز ان ايه في البريشر بتاع السي او 2 اوف الارتيريال بلود مور ايه مور ذان 45 ملي متر مركري which is normally هي اصلا بتبقى نورمالي 40، بس لو زادت عن ال 45 فمعنى كده ان ايه هيحصل اسيدوزس. تمام this leads to increase فين في ال H2CO3 اللي هو الكربونيك اسيد، لان زي ما احنا قلنا ان ال CO2 بيروح يتحد مع الووتر عشان يعمل لي H2CO3. تمام while ال H اللي هو البايكارب بقى بيرمينز ايه كونستنت. طيب ايه بقى الكوزز بتاعه الريسبيراتوري؟ قلنا المشكله في اللنج، اللنج مش عارفه تتنفس ومش عارفه تخرج السي او 2. تمام اول حاجه ان ادكويت فنتيليشن، يعني ايه تنفس يعني غير كافي تو ريموف البروديوس سي او 2.
leading to its a retention as in a امتى بقى امتى ان انا مش عارفه اتنفس في البرونكيال ازمه. البرونكيال ازمه ده بيبقى الشخص عنده حساسيه من ماده معينه، مثلا شم توباكو، شم مثلا المعطر دون، فراحت عملت لي في الهيستامين ريسبتورز فعملت لي برونكوس بازم، عملت لي برونكوس بازم، ضيقت لي البرونكاي وما بقاش عارف ان هو ياخد نفسه، ضيقت البرونكاي، فهنا حصل هايبوفنتريشن مش عارف يتنفس. او زي في الاف ايه في الانفيزيما، ايه اللي حصل يعني في الانفيزيما؟ الانفيزيما دي طبعا احنا كنا واخدين الميكانيزم بتاعها قبل كده، بس هوريكي صوره ليها. يعني لا دي مش الانفيزيما يا مال يا اخي بقى، سوري يا جماعه. بصوا انا هحكي لكم قصه الانفيزيما يعني بسرعه كده. دلوقتي لما بتدخل حاجات ديبرس وحاجات كده وحشه في اللنج، تمام، بيبقى فيه بروتيزز، يعني ايه يعني حاجات بتكسر الايه الحاجات الوحشه دي. بس بيبقى فيه بقى انزيم اسمه ايه، اسمه الفا 1 انتي تريبسن. انتي تريبسن يعني بيكسر لي عيله البروتيزز دي، تمام. ف البروتيزز دي لو هي ما فيش الفا 1 انتي تريبسن، فالبروتيزز تفضل شغاله وعماله تكسر لي. فبعد ما تخلص تكسير في اللي هي الدبرز والحاجات الوحشه اللي داخله في الهواء اللي انا بتنفسه، هتروح تكسر لي فين؟ ما خلصت بقى، ما خلصت بقى، فهتخش بقى على الايه، على بصوا الالفيولاي هنا يعني في سبته كده، يعني كل الفيولاي لوحدها ودي بتكبر لي سيرفيس اريا، فتروح بقى ايه اللي هي الانزيمز اللي بتكسر دي تروح مكسره، ما فيش حاجه توقفها بقى، اللي هي الالفا 1 انتي تريبسن مش موجوده، هو بيبقى مولود عنده يعني ايه دفكت في الموضوع ده، فتروح بقى تكسر لي الحواجز اللي ما بين الالفيولاي دي يعني ايه، وتبقى ايه عامله كده. يعني دي النورمال الفيولاي اللي هي كل واحده لوحدها في سبته ما بينهم كده، انما بصوا دي الالفيولاي في الانفيزيما كلها فتحت على بعضها، وكمان الوول بتاعها ضعف، فبقى الهواء يخش ومش عارف يخرج. يعني الهواء بيخش تمام وحصل اكستشينج وكده، بس بقى مش عارف يخرج لان اصلا الوولز ضعيفه ان هي اصلا يعني تكونتراكت الهواء بقى وتخرجه بره، تمام. يعني المفروض اصلا الانفيزيما يعني في الالفيولاي العاديه اللي بتخش تتملي هواء وبعدين الساك دي بيحصل لها كونتراكشن تخرج لي الهواء ده، تمام. هي بقى اصلا الساك بقت ضعيفه ومكسره، وكمان السيرفيس اريا قلت جامد، فما بقتش عارفه ان هي ايه تكونتراكت وتخرج الهواء ده بره. فحتى الناس اللي عندها انفيزيما دي بتبقى ايه يعني صدرها منفوخ كده نتيجه ان الالفيولاي منفوخه بالهواء ومش عارفه ان هي ايه تخرج الهواء ده براها، تمام. فهنا في حصل هايبوفنتليشن، تمام. طيب او تاني حاجه disorders in the diffusion of the CO2 from the blood to the alveolar air across the pulmonary membrane. يعني ال CO2 مش عارفه ان هي تعدي من البلد عشان تخرج للايه للساك للالفيولاي وتبدا ان هي بقى ايه يحصل لها اكسكريشن بره، هي مش عارفه اصلا. طب ليه؟ لان مثلا البالمونري ميمبرين حصل بيه فايبروزز، يعني تخن وحصل فيه فايبروزز في البالمونري ايه فايبروزز، او ممكن يبقى فيه ميه، فيه ميه بين البلود والبالمونري، البلود والبالمونري ميمبرين او البلود والالفيولار ميمبرين، ففي ميه فالسي او2 مش عارف يعدي عشان يخرج، في نيمونيا، في انفلاميشن، وفي باص ونيتروفيلز، فبرده السي او2 مش عارف يعدي من البلود للالفيولار ميمبرين عشان يحصل اكسكريشن ويخرج. تعالوا نشوف اشكال الحاجات دي بتبقى عامله ازاي. بصوا ده ايه، دون النيمونيا. بصوا دي اصلا النورمال الفيولاي. بصوا بقى في النيمونيا بيبقى فيه ايه باسلز وحاجات كده، يعني الاير سبيس يعني الالفيولاي سبيس بتبقى مليانه باص ونيتروفيل، تمام. دي الانفيزيما زي ما قلنا، دي بقى الايه بقى، دي الفايبروزز. بصوا الفايبروزز اصلا يعني محاوط الايه الالفيولاي، الفايبروزز محاوط الالفيولاي، يعني ما فيش اصلا بلاد فيز. بصوا هنا دي نورمال، دي نورمال. بصوا البلاد فيزز هنا جنب الالفيولاي ازاي بيقدر هنا يقدر يعمل اكستشينج، واخدين بالكم، تمام. في الايديما بصوا في الايديما يعني دي كده نورمال الفيولاي، البلاد كابيلاريز اهي اللي هي البنفسجي دي اللي هي الفينز او الفينيوز يعني، واللي هي الحمراء دي اللي هي الارتريوز. بصوا اصلا يعني لازقه في الالفيولاي ازاي يقدر يحصل اكستشينج بين السي او2 والاوتو بسهوله، انما هنا في القديمة في ميه، في ميه مغرقه الدنيا، تمام. طيب ثالث حاجه disorders that lead to a decreasing the movement of the thoracic cage، زي ايه؟ زي الشست تروما. يعني دلوقتي انا مش عارفه اصلا احرك الكيت، مش عارفه احرك القفص الصدري. ليه؟ لان مثلا في تروما، يعني انا اتخبطت فيه جامد فاتكسر، في deformities، في weakness، انا اصلا مش قادره احرك صدري عشان مثلا لما باجي اتنفس بيوجعني، في paralysis طبعا، يعني في شلل في العضلات زي البوليوميلايتس اللي هو شلل الاطفال ده، تمام. طب رابع حاجه conditions of decreased rate of oral a oral depth of respiration caused by usually depression of respiratory center due to use of some
ناركوتيك دراجز. يعني ايه؟ يعني دلوقتي الناركوتيك دراجز دي اللي هي المخدرات او المورفين او السيداتيفز اللي هي المهدئات والباربيتيوريتس والحاجات دي، المهدئات وكده. هو طبعا الميكانيزم مش علينا، بس انا سرشت فيها. هو السيداتيفز والمهدئات والحاجات دي بتروح تاثر لي عامه على البرين وبتعمل ستيميليشن للجابا. الجابا ده هو انهبيتوري نيرو ترانسميتر في البرين. فطبعا اصلا الريسبيراتوري سنتر ده موجود فين؟ موجود في الميدلا اوبلنجيه اللي هو في البرين يعني. فهو اصلا بيعمل ديبريشن للبرين عامه، تمام؟ فهيعمل ديبريشن للريسبيراتوري سنتر معاها يعني، تمام؟ بس هي مش علينا طبعا، بس انا بحب اربط الحاجات ببعض يعني عشان تثبت في دماغي. فدي كلها اسباب ايه؟ دي كلها اسباب الريسبيراتوري اسيدوزز. يعني في مشكله في اللنج فمش عارفه تعمل ايه، مش عارفه تخرج السي او 2، تمام؟ الكومبنسيشن خلاص، يبقى الكدني هتظبط الموضوع. دلوقتي في سي او 2 كتير يعني في اسيدوزز، تمام؟ الكدني هتعمل ايه؟ هتزود الاكسكريشن بتاع الايه، الهيدروجين ايونز هتطرده، تمام؟ وتعمل ايه؟ ري ابزوربشن زياده للايه، للبايكارب، تمام؟ يبقى بيكوز البروبلم is of respiratory origin. بسبب البروبلم ان هي ريسبيريشن، ذا بودي كانت كاري ريسبيريتوري كومبلكس، هي اصلا الرئه بايظه فمش هتقدر ان هي كمان تصلح الموضوع، هي بايظه اصلا. فاني كومبنسيشن ماست بي ثرو الرينال ميكانيزم ذات سيكريت، بتعمل سيكريشن للهيدروجين ايونز وري ابزوربشن للايه، للبايكارب. طيب طبعا لما انا اخرج هيدروجين ايونز كتير في اليورين هيبقى اليورين اسيدك، تمام؟ الري ابزوربشن اوف البايكارب provides additional buffer that compiles مع ال H عشان ايه، برضو تصلح مشكلة ال ايه، الاسيدوزز. طب تاني حاجة بقى اللي هي الميتابوليك اسيدوزز، يعني حصل اسيدوزز بس بسبب ال ايه، بسبب الكيدني بقى. يبقى المشكلة هنا ايه؟ ان البايكارب قل، البايكارب قل فما بقاش بيعمل بافر كويس، تمام؟ فلما البايكارب قل يبقى ال pH هتقل فيحصل ايه؟ اسيدوزز، تمام؟ طيب امتى ده بيحصل؟ يا اما المشكله في الكدني ان هي مش عارفه تعمل ري ابزوربشن للبايكارب، يا اما مثلا ايه، انا اكلت دايت، الدايت داون فيه اسيدز كتير قوي، تمام؟ فيها ميتابوليك انبوت اوف اسيدز كتير قوي، فالكدني مثلا مش قادره تخرج الكميه دي، يعني فاقد قدره الكدني في ان هي تخرج الاسيد، هي فاقد القدره دي وفاقد قدره الكدني ان هي تعمل ري ابزوربشن للبايكارب، تمام؟ يعني المشكله مش في الكدني، المشكله في غذائك، ان انت اكلت اسيدز كتير قوي يعني زياده عن المعدل الطبيعي اللي بيحصل بيه اكسكريشن، تمام؟ فهنا ادام المشكله يعني مش في الكدني، او ان الكدني هي اللي متخاذله، انت اللي غبي، تمام؟ فالكدني ممكن تتدخل وتصلح الموضوع. انما لو المشكله في الكدني نفسها ان هي مش عارفه مثلا تعمل ريابسوربشن او مش عارفه تعمل اكسكريشن، فخلاص اللنج هي اللي هتصلحها، فاهمين؟ طيب الميتابوليك كوزز انكلود ايه بقى؟ ايه بقى الكوزز؟ قال لي لاكتيك اسيدوزز which result من الـ A، من الـ anaerobic metabolism. احنا قلنا اصلا ان الـ A lactic acid دون من الـ fixed acids، تمام؟ والـ keto acidosis when عذرًا، تمام؟ الـ keto acidosis اللي هي بسبب الـ A، بسبب الـ oxidation بتاعت الـ fats، تمام؟ زي ما احنا قلنا في الـ uncontrolled diabetes mellitus، تمام؟ طيب الـ ingested toxins that cause الـ metabolic acidosis مثلا زي مين؟ زي الميثانول، زي الأسبرين، الشمس الصداعي احنا عاملين نبلبعها دي، الايثيلين جلايكوجين، دي كلها توكسنز بتعملي ميتابوليك اسيدوزز، تمام؟ الدايريا ازاي؟ انا دلوقتي لما يبقى عندي دايريا فاصلا طبعا الاستومك احنا عارفين ان هي بتبقى اسيدك يعني فيها اتش سي ال كتير، والانتستين بتبقى ايه؟ بتبقى بيزك يعني بيبقى فيها بايكارب كتير. فانا دلوقتي حصل دايريا ففقدت بايكارب كتير، فقدت بايكارب كتير من الانتستين، فعندي اسهال، فمين اللي هيفضل؟ الاسيدز. الاسيدز اللي هتفضل وتعمل لي ايه؟ هتعمل لي ميتابوليك اسيدوزز. طبعا انا قلت عليها ميتابوليك علشان هي ما لهاش علاقه بالسي او 2، يعني ادام السي او 2 ما دخلش في الموضوع يبقى ايه، هي ميتابوليك، فاهمين انا قصدي ايه؟ تمام. طيب دلوقتي ايه الكومبنسيشن؟ مين بقى اللي هيظبط الحوار ده؟ طبعا اول حاجه اللنج، اللنج سليمه وزي القرد فتروح تظبط يعني، تمام؟ فايه دلوقتي حصل اسيدوزز وعايزه تعمل ايه؟ سي او 2 وش كتير يعني تتنفس بقى هايبر فنتليشن، تزود الفنتليشن شويه عشان تقدر ان هي تخرج الايه، السي او 2، تمام؟ طيب الرينال كومبنسيشن زي ما قلت، ادام المشكله مش في ان الرين، مش في ان الكدني هي اللي متخاذله، لا المشكله مثلا ان انا اكلت اسيدز كتير، تمام؟ او اي مشكله في حصل دايريا مثلا، فالكدني برده هتخش تصلح في الموضوع، تمام؟ طبعا في اسيدوزس فهتعمل لي هتزود الاكسكريشن بتاع الايه، الهيدروجين ايون، وتعمل لي ابزوربشن للبايكارب، تمام؟ بس الكدني يعني بطيئه شويه، وان احنا قلنا اصلا ان هي ابطا حاجه بتاخد ايه، ايام يعني من 24 ساعه 48 ساعه، تمام؟ ففي الاسيدوزس كومبنسيشن ذا كدني سيكريتس الهيدروجين ايونز انتو اليومن اوف بوز بروكسيمال اند ديستال كونفوليوتد تيوبول، تمام؟ في الديستال كونفوليوتد تيوبول بتفرز، بتعمل اكسكريشن للهيدروجين ايون
عن طريق دايركت. عن طريق ايه؟ عن طريق الهيدروجين ايون بامب. في البروكسيمال كونفرتد تيبيول بتعملها اندايركت عن طريق الايه الاكستشينجر اللي هو ما بين الايه الصوديوم والهيدروجين، يبقى صوديوم هيدروجين اكستشينجر. تمام. انما في الديستال بيبقى بالدايركت عن طريق الايه الهيدروجين بامب على طول. تمام. والاثنين طبعا اكتف ترانسبورت. If the hydrogen is secreted rapidly by this mechanism in the tubule، يعني ايه المحو هنا بيقول ايه دلوقتي؟ بصوا معايا، ده دلوقتي جوه ده جوه البروكسيمال كونفرتد تيبيول، ده جوه الايه السيلز دي، السيلز بتاعت البروكسيمال كونفرتد تيبيول. حصل هنا ايه؟ الCO2، CO2 اهو دخل من البلود، من البلود اهو، من يعني من الرينال انترستيشال فلويد، من البلود الCO2 دخل هنا. تمام. اتحد مع الميه اللي جوه السيلز بتاعت البروكسيمال كونفرتد تيبيول، كون لي ايه الكربونيك اسيد بالكربونيك انهيدريز. تمام. والكربونيك اسيد اتفك لمين؟ لهيدروجين ايون وبايكارب. البايكارب راح على البلود لان ده يهمني، انا عايز اعمله ري ابزوربشن. ده هو طبعا هنا ما حصلش ري ابزوربشن، هو هنا حصل يعني فورميشن اصلا، يعني هنا حصل فورميشن للبايكارب، يعني البايكارب اتصنع من جديد وراح بقى الايه راح البلود. وكمان الهيدروجين ايونز دي بقى هتخرج بالايه بالاكستشينج مع الصوديوم بالايه، دي طبعا اندايركت واي، عشان كده قلت ان ده بروكسيمال كونفرتد تيبيول. انما لو كنت لقيت هنا هيدروجين بامب كنت هقول ان دي ديستال كونفرتد تيبيول. تمام. او اللي هي الديستال تيبيولز عامه، اللي هي يا اما ديستال كونفرتد تيبيول يا اما الايه الكولكتنج دكت. تمام. فهنا حصل اكستشينج بين الهيدروجين والايه والصوديوم. تمام. الصوديوم طبعا هيروح على البلود علشان يتحد مع البايكارب، لان البايكارب عارفين ان هو ما بيبقاش كده في البلود، يا اما بيبقى مرتبط مع صوديوم يا اما بيبقى مرتبط مع بوتاسيوم. تمام. وطبعا هنا حصل اكستشينج بين الايه الصوديوم والبوتاسيوم. تمام. لان طبعا حاجه بوزيتيف خرجت من خليه يبقى حاجه بوزيتيف تخش مكانها، وهنا برضو عشان كده سميناها اكستشينج، يعني حاجه بوزيتيف دخلت من خليه يبقى حاجه بوزيتيف تخرج ايه مكانها عشان نحافظ يعني على الالكتريستي. تمام. ف طب الصوديوم ده جه منين؟ جه منين؟ انا دلوقتي عندي ال ان ايه ده فوسفورس، ده فوسفورس. تمام. الفوسفورس ده بيبقى اصلا ايه هو؟ بيبقى Na2 HBO4، يعني هو اصلا بيبقى Na2، يعني بيبقى فيه 2 Na HBO4. فانا خدت منه واحده Na، تمام، خدت منه واحده Na اهي، وقمت حاطه مكانها ايه H، فبقى ايه فبقى Na H2BO4. طب انا ليه دفست الهيدروجين ايونز كده جوه الفوسفات ده؟ ليه دفست جواها؟ يعني ليه كده؟ علشان انا لو فضلت اخرج هيدروجين ايونز كتير في التيوبيولر ليومن دون، لو خدت اعمل اكسكريشن لهيدروجين ايونز كتير، يعني الهيدروجين ايونز هتقلل البي اتش جامد، هتوصلها ل 4.5. وهي لو وصلت ل 4.5 يعني معنى كده ان هيقف خلاص. يعني بيحصل اصلا انهباتوري فيدباك ميكانيزم، ان هو خلاص انا مش هقدر، يعني بيقف الاكسكريشن بتاع الهيدروجين ايونز، انا ما ينفعش اقلل البي اتش اكتر من كده. فعشان ما يحصلش كده وانا كمان حصل اسيدوزس في الجسم، يعني هو في اسيدوزس في الجسم وانا عمال اخرج هيدروجين ايونز، بس في نفس الوقت لما بيجي البي اتش في اليومن بتاع التيبيولز عند 4.5 خلاص بيحصل انهبيشن، انا بيحصل ستوبج للهيدروجين سكريشن، انا مش هقدر اعمل سكريشن للهيدروجين اكتر من كده. فعشان الجسم يعالج الموضوع ده وهو عايز يسكريت هيدروجين زياده علشان اصلا في اسيدوزس، فيعمل ايه؟ فيقوم مركب الهيدروجين ده على اي ايه، على اي كومباوند خارج، زي الفوسفات او زي مين او زي الامونيا. الامونيا هنا مثلا، بس هنا فين؟ في الكولكتنج تيوبولر سيلز. انا عرفت منين؟ عرفت علشان في الايه اللي هي الهيدروجين بومب. تمام. ادي هي الامونيا، الامونيا خرجت. تمام. وادي عملت اكسكريشن للهيدروجين ايون اهو. تمام. فالامونيا اتحدت مع ال NH3، اتحدت مع ال H، عملت لي ايه؟ امونيوم. تمام. واخدين بالكم؟ طيب يبقى هي دي الحته اللي هو هنا بيقولها، يعني فعلشان ما يحصلش الاستوبج بتاع الهيدروجين ايون سكريشن دون. تمام. فعشان كده هو ايه ات ماست بي كاريد اند ترانسبورتد باي الايه الامونيا او الايه او الفوسفات ايونز. تمام. علشان ايه ما تقللش البي اتش وتوصل ل 4.5، فمعنى كده ان انا مش هعرف اعمل اكسكريشن تاني للهيدروجين. تمام. طيب وايل الهيدروجين ايون از بين سكريتد ذا كيدني ميك نيو بايكارب، من الايه بتعمل لي بقى، بتصنعني بايكارب جديد من ايه؟ يعني من اتحاد السي او 2 مع الووتر، فيديني ايه البايكارب اللي هو الرياكشن اللي احنا حفظناه وعرفناه ده. تمام. الالكالوزس برضه هيبقى فيه نوعين من الالكالوزس، ريسبيراتوري تمام وميتابوليك. ريسبيراتوري يعني مشكله ايه؟ مشكله في السي او 2، يعني مشكله ايه في اللونج. فحصل الكالوزس، يعني انا كده ان في سي او 2 وش كتير، يعني في هايبر فنتليشن، انا عماله اتنفس. تمام. وطبعا ادم ده عذرا، يبقى البي اتش زاد. تمام. ايه هي الاسباب بقى؟ هايبر فنتليشن
حصل وش لل CO2، تمام؟ فطبعا ال CO2 قل، فهيقلل لي مين؟ فهيقلل لي الهيدروجين ايونز ويقلل لي البيكارب. so low bicarb in alkalosis indicate respiratory disorder. the most common physiological cause of respiratory alkalosis هي الايه؟ ال hysterical hyperventilation. يعني انا دلوقتي متوتره جامد مثلا او خايفه او كده، فعماله اتنفس مش قادره، تمام؟ طيب ال problem can be corrected by ايه؟ ازاي بقى؟ by allowing the patient to reprise the exhausted CO2 by allowing the patient to breathe into a paper bag. يعني ايه الكلام ده؟ دلوقتي البيشنت ده عنده هايبر فنتيليشن، صح؟ يعني بيخرج CO2 كتير قوي. فالحل ايه؟ هو الحل ان انا اخليه يتنفس في بيبر باج، بتبقى شنطه كده، تمام؟ فالعيان بيقعد ايه؟ يتنفس فيها. طبعا ايه؟ لما بيتنفس يعني لما بيخرج هواء بينفخ الشنطه، تمام؟ طيب لما الشنطه بقى يعني تتضغط عليها، فالشنطه اصلا فيها CO2، تمام؟ فلما يتضغط عليها يتنفس الهواء اللي في الشنطه ده، يعني يتنفس الهواء اللي في الشنطه ده تاني، يخش يتنفسه، فالسي او 2 يرجع تاني. فالحل هنا ان انا ايه؟ السي او 2 اللي هو بيخرجه يرجع يتنفسه تاني. ازاي؟ ان انا اخليه ايه؟ يتنفس في شنطه، فاهمين؟ طيب تاني حاجه بقى اللي هي الميتابوليك الكالوز. يبقى المشكله ايه؟ المشكله في البايكارب، يعني المشكله في الكدني، تمام؟ كوزد باي ايه؟ كوزد باي اكسسيف فوميتنج. طبعا احنا عارفين ان الاستومك بتبقى فيها اتش سي ال كتير، فلو حصل فوميتنج انا هرجع اللي في المعده الاول، هرجع الايه؟ الاتش سي ال، تمام؟ فهيفضل ايه؟ فتفضل البايكارب اللي في الانتستين، فيحصل الكالوزز، تمام؟ وهتقول لي هنا طب هو ايه علاقتها بالكدني؟ احنا قلنا ادام ما فيهاش سي او 2 يبقى هي ميتابوليك، خلصنا؟ خلصنا. طيب الاكسس انزريشن اوف البايكارب كونتيننج انتاسيدز. انتاسيدز اللي هي مضادات الايه؟ مضادات الاسيدز عامه يعني، تمام؟ طيب in both cases the resulting alkalosis reduces the A. طبعا في الحالتين اللي احنا قلنا من فوق، سواء انا خدت انتاسيدز او حصل فوميتنج، ده بيقلل لي ايه؟ الهيدروجين كونسنتريشن، تمام؟ عندنا بقى الميتابوليك alkalosis is characterized by A. الكالوزز يبقى فيه decrease في الهيدروجين كونسنتريشن، وفيه decrease في الايه؟ في الCO2. طبعا ده ميتابوليك يعني ايه؟ ميتابوليك يعني خاص بالكيمياء او ملوش علاقه بالسي او 2 يعني، تمام؟ وحصل الكلوزز يعني ايه؟ يعني في الهيدروجين ايونز قلت، تمام؟ او البايكارب زاد، يبقى اما الهيدروجين ايون قلت او البايكارب ايه؟ زاد. طيب الكومبنسيشن بيحصل ازاي؟ ريسبيراتوري كومبنسيشن طبعا، تمام؟ ريسبيراتوري كومبنسيشن بيحصل بقى ايه؟ دروب اوف يعني لما هو حصل is very rapid increase the pH and drop of the CO2، يعني مفيش CO2، فايه اللي هيحصل؟ هيحصل بقى ايه؟ خلاص هتنفس براحه شويه، يعني هيحصل hypoventilation. فانا مش عايزه اعمل CO2 كتير لان انا عندي alkalosis، يعني انا دلوقتي عندي alkalosis، فانا عايزه احتفظ بالCO2، انا مش عايزه اعمل له شويه، فههدى شويه مش هتنفس كتير. يعني هيحصل depressed ventilation، يعني هيحصل hypoventilation leading to a increase in CO2 و creating more hydrogen ions و bicarb، تمام؟ يعني لما CO2 يتحد مع المية هيديني ايه؟ H2CO3، فهيديني ايه؟ hydrogen ions، وهيديني ايه؟ bicarb، تمام؟ بس خلي بالك ان هو هيديني bicarb، يعني هيديني bicarb وانا اصلا عندي alkalosis، فايه اللي هيحصل؟ الكدني هنا بقى لازم تتدخل وتقوم واخده بقى الايه؟ البايكارب ده، تقوم عامله له اكسكريشن، تقوم طارده بره، لان كده كده ايه؟ في الكالوزز. وهتعمل ايه؟ وهتعمل كمان ايه؟ هيدروجين ري ابزوربشن، ايه؟ هتحتفظ بالهيدروجين بقى علشان يعادل القلويه دي. بس كده، وكده خلصنا، وان شاء الله تكونوا استفدتوا، وشكرا.